الإخوة الحاضرين معنا، وكنقولوا بأننا نحن في النقابة الوطنية للتعليم ضد كل منع وقمع اللي كتمارسه السلطة المحلية الأنشطة ديال الهيئات والنقابات والجمعيات بإقليم تيزنيت. كنشير كذلك بأن هذا المنع جاء وكان سبقه منع أشخاص في جمعية آباء وأولياء التلاميذ، تم عرقلة مكتب بسبب انتماء ايديولوجي لأستاذ معين، وكذلك في مدرسة دعم النجاح. إذن هناك استهداف للمجتمع المدني، يريدون أن يخربوا على كل خطوة نضالية تثقيفية توعوية. أحيي النشيط المدني والجمعوي سعيد رحيم الدعوة اللي أعطاه جميع تيزنيت مدينة مناضلة، مدينة تعج بتنظيمات وجمعيات تريد الخير لهذا الوطن، ولكن السلطة الله يهديها دائما تخاف من الصوت الحر، الصوت الأبي. ومن هنا نعلن تضامنا لا مشروط، ونؤكد بأننا إذا أغلقتم المقرات والقاعات فإننا سنناضل من الشارع، من المجتمع، فالمجتمع التيزنيتي يحتضننا، وندين العنف اللا مشروع. كما نؤكد بأننا دوما سنبقى حاضرين ونقول لا لا لكل القرارات الجائرة التي تريد تكميم الأفواه والتضييق على الحريات. وتحية نضالية.